الجبهة، مراسل التلفزيون العربي يقول سماع دوي انفجارات في عدة مناطق لبنانية. سماع دوي انفجارات في عدة مناطق لبنانية، وكان قد ذكر مراسلنا قبل قليل أيضا سماع دوي انفجارين في الضاحية الجنوبية لبيروت. يبدو أن الأمور تتصاعد في لبنان في أعقاب الهجوم السبراني الكبير الذي استهدف عناصر من حزب الله يوم أمس في لبنان، وتوعد حزب الله بالرد، واليوم مؤشر أو المنحنى البياني لتبادل الهجمات يتصاعد. معنا من بيروت مراسلنا رامز القاضي. رامز، ما الذي يجري في بيروت وفي الضاحية الجنوبية، وهل عرف أسباب هذه الانفجارات؟ في هذه الأثناء يجري التشييع في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث نحن نتواجد هنا في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت في منطقة الغبيري. بالنسبة إلى مسألة الانفجارات أو التفجيرات، يجري التداول بمعلومات غير مؤكدة حتى هذه اللحظة. هناك البعض يقول أن هناك بعض الأجهزة من هذه البيجرز التي انفجرت بالأمس، يجري تجدد انفجار بهذه الأجهزة اللاسلكية. لا معلومات واضحة حتى هذه اللحظة، لكن الأكيد أنه جرى تداول في أكثر من منطقة، سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في الجنوب، عن انفجار هذه الأجهزة. يعني نحن ونتحدث بهذه الرسالة، هناك يجري التداول بهذه المعلومات، سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت من بعض الشقق أو من بعض السيارات في المناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت وكذلك في الجنوب. على كل حال، ربما يتسنى لي بعد هذه الرسالة أن نتحقق أكثر من طبيعة هذه التفجيرات. هل كان هي من مخلفات هذه الأجهزة، أجهزة البيجرز التي استخدمت بالتفجيرات المتزامنة التي حصلت بالأمس؟ ولا يزال يتردد الصدى هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت من كل أهالي الضاحية، من مناصري الحزب، كيف حصل هذه عملية التفجير المتزامنة هذه، وكيف حصل هذا الاختراق؟ حزب الله كان أكد أنه يجري في الأثناء تحقيقا علميا وأمنيا لمعرفة ذلك، كيف وصلت هذه الأجهزة وكيف هذه الشحنة. مصادر أمنية ومصادر في الحزب بالأمس أكدت للتلفزيون العربي أنه كان استورد أعداد كبيرة وبالآلاف من هذه الأجهزة، ويكاد لا يخلو مركز من الحزب في الجغرافيا اللبنانية التي يتواجد فيها حزب الله لم يجري توزيع عليه هذه الأجهزة التي أدت إلى 3000 إصابة بحسب أرقام وزارة الصحة اللبنانية. بالأمس كان هناك هذا تفجير كبير، لذلك التخمينات كثيرة أيضا عن كيف سيرد حزب الله. هل الرد سيجري وفق قاعدة التماثل التي كان أرساها منذ بدء هذه المواجهات؟ بالتالي اليوم العين على جنوب لبنان، العين نهار غد سيتحدث الأمين العام للحزب، سيرسم ربما هذا الإطار السياسي وكذلك الإطار العسكري. هل دفعت إسرائيل بحزب الله مرة واحدة إلى خارج هذه مربع هذه المواجهات والعمليات، وهو الذي يؤكد منذ بدئها قبل 11 شهرا أنه لا يرغب بالوصول إلى هذه الحرب الشاملة؟ هناك نعم أسئلة كثيرة. رامز، إذا ما عدنا إلى موضوع الانفجارات الآن، يعني هل تتركز فقط في الضاحية الجنوبية وفق المعلومات غير المؤكدة المتداولة، أم في مناطق أخرى أيضا؟ دعني أشير إلى أنه تصلني معلومات بهذه الأثناء، هناك كما سبق وبدأت هذه الرسالة، هناك انفجار أجهزة لاسلكية في أكثر من منطقة، لكن حتى هذه اللحظة لا يمكن الجزم بأن هذه الأجهزة اللاسلكية قد انفجرت، هي من أجهزة بيجرز أو أجهزة نتحدث عن نوع آخر ومختلف من هذه الأجهزة. بالتالي هذا بحاجة إلى مزيد من التدقيق، لكن ما هو مؤكد أن هناك انفجار مزيد من الأجهزة. تريدنا معلومات عن أيضا في بلدات جنوبية انفجرت هذه الأجهزة، لا نعلم إذا كانت من نوع بيجرز التي كانت موضع الانفجارات بالأمس وهذا الاختراق الأمني الكبير غير المسبوق، أم أنها من نوع جديد.
نعم، نذكر فقط حتى الآن أن هنالك سمعت دوي انفجارين على الأقل في الضاحية الجنوبية في بيروت. هذه صور قبل قليل من الضاحية الجنوبية في بيروت. لا يعلم حتى الآن أسباب هذه الانفجارات، لكن هنالك معلومات بحسب مراسلنا متداولة وغير مؤكدة عن انفجارات جديدة لأجهزة أخرى. لا يعلم حتى الآن إذا كانت أجهزة بيجر كما حدث بالأمس أم أنها أجهزة مختلفة، لكن المؤكد أن هناك انفجارين على الأقل في الضاحية الجنوبية لبيروت. حتى الآن المعلومات غير مؤكدة، لم يصدر أي تصريح أو بيان أو تعقيب سواء من حزب الله أو من الحكومة اللبنانية والسلطات اللبنانية بشأن هذين التفجيرين الانفجارين الجديدين. ما جرى هو في الضاحية الجنوبية، هناك معلومات أيضا عن انفجارات كما يقول مراسلنا في بعض المناطق الأخرى في جنوب لبنان. لا يعرف حتى الآن إذا ما كانت استكمالا لسلسلة الانفجارات يوم أمس في أجهزة البيجر لعناصر من حزب الله أم أنها ربما انفجارات جديدة تختص بأجهزة أخرى. حتى الآن المعلومات شحيحة في انتظار الكثير من التفاصيل وتعليق أو تعقيب من السلطات اللبنانية أو من حزب الله حول هذه الانفجارات الجديدة.